شو توتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده حابه اكلمكم عن الدروس اللي ممكن تلاقوها في المستوى البي اونو بي دو، لان طبعا يعني نقدر نقول ناس كتير اتكلموا عن محتوى الا اونو ادو، ولكن خلينا نتوسع شويه ونغير شويه ونتوجه بالكلام للناس اللي هي حابه تدرس البي اونو والبي دو. طبعا المستويين دول للناس اللي هم ناويين يدرسوا في ايطاليا طبعا، وكمان ناويين يقدموا على الجنسيه. طيب ايه هي المحتويات بتاعه البي اونو بي دو؟ تقدر تجيب ورقه وقلم وتكتب معايا. اول حاجه عندنا البرونومي كومبيناتي اللي هي بنسميها الضمائر المركبه، ده اول درس عندنا. تاني درس عندنا اسمه البرونومي ريلاتيفي او ضمائر الوصل. تالت درس اللي هو الجرادي دي كومباراتسيوني صفات المقارنه. رابع درس الباساتو ريموتو، اوكي، اللي هو الزمن الماضي البعيد، وده نوع ماضي بنستخدمه في الاحداث التاريخيه فقط، وهنشوف كمان فيما بعد. عندنا كمان الكونجنتيفو، ده بيكون ماشي معانا الوحده الخامسه والسته والسبعه. طبعا انا بقول لكم ليه واحده خمسه وسته وسبعه، ليه؟ لان ده من كتاب بروجيتو ايطاليانو اللي انا بدرس منه في الكورسات بتاعتي. بعد الكونجنتيفو باختلاف انواعه، لان هو اربع انواع، عندنا البيريدو ايبوتاتيكو او اللي هي قاعده سي اذا او لو الشرطيه. عندنا بعد كده الفورما باسيفا والفورما اتيفا اللي هي صيغه المبني للمجهول وصيغه المبني للمعلوم. عندنا بعد كده الديسكورسو ديريتو انديريتو او الكلام المباشر والغير مباشر، وده درس مهم جدا وللاسف محدش بيتكلم عنه، هنتكلم عنه برضو في فيديوهات جايه. واخر درس عندنا الجيرونديو. حد يقول لي الجيروندو اللي هي ستوفا تشندو ستوما جندو؟ اقول لك ايوه، ولكن دي عباره عن حاله واحده خلاص او نقطه واحده بس من الجيرونديو، لان احنا عندنا جيرونديو بريزنت وجيرونديو باساتو او ممكن نسميه جيرونديو كومبوستو. ان شاء الله بالتبعيه هنحاول ان احنا نتوسع في المواضيع دي، اوريدي انا كمان متوسعه فيها في قناه اليوتيوب بتاعتي اللي هي تعلم الايطاليه مع لارا. اشوفكم الفيديو الجاي. تشاو توتي.